تعال 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 خلنا كاسة شاهي. هلا والله. أقول له هالرذاذ هذا يخليك كأنك بأوروبا. ها هذه أوروبا الشرق. ما حسيت أنك كبرتها شوي؟ لا أوروبا الشرق خضار ورذاذ ووجه حسن. تذاكر ووجه حسن. إيه. تذاكر 3000 وسفر ومدريش. كم كلفت الجلسة هذه؟ شفت يقول جايب لك شيف. جايب لك شيف اليوم؟ جايب لي شيف يقيد. والله؟ قسم بالله دق له هو مشغول بتخلي شعارك وعنده تصوير. اليوم حامي حامي شغل. هذا احجر الجميل تحجير. بالله؟ صدقا اللاعب حقي بيتهوق على حبيبي شيف عالم اذا نقصت ملح نقصت مويه زين. ماش ما يشربك معنا. اللي بيرطن عليه. اوروبا ها؟ اوروبا الشرق. اوروبا الشرق. اللي يسألون عن الإجابة حقتها هذه ترى رقم 90 الفارغ رقم 90 قصدي قيمته 90 بس عشان ما أحد يتعب ولا شيء ولا يفكر معني داري والله ما حد يفكر الحين الله جايبين لك شيف عالمي من؟ والله جيتك تحشلك دك يعني التعب يا ولد لا تقييم يا حليل ولا تعال خلينا نشوف شخصيتك الحقوني يا حليل الحقوني هسه ضبطك بحاله غير الطبخ يا ولد ايش اللبس عشان الطبخ ذا بس الرجال يقول جايب لك شيف يقيمك والله جايب بيقيمني ولا يطبخ معي لا يقيم شوف عالم معليش انا ما اخضع للتقييم العب من يقيم جميل جميل نفسه نعم. يا سلام هذه العاصفه تسبق الهدوء صح الهدوء الذي يسبق اللي الهدوء يسبق العاصفه يا سلام وش طبختنا اليوم؟ طبختنا اليوم فوتشيني 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 لا عادي كح راح تنطقها لا دي عطسه ايوه ايوه من المطبخ الايطالي طال عمرك يطبخونها من عام 1911 الى يوم كذا وفي رائده في المطبخ الايطالي والمطبخ الامريكي يعني بديت تدخل بالتفاصيل الحين في تفاصيل اكثر وفي حلا صح؟ في حلا بس الحلا عاد خله شوي الحلا ايه. له مجال يا سلام يا سلام يا سلام حبيبي بالبنط العريض ناس وش بلاها مغلب الناس تايلاند او شيء مساء الخير مساء النور وليش بدك تروح تايلاند بالله والله ودي اشوفها بس ادري ما احد غطى تايلاند صح يعني فعليا مطلعينها كانها اندونيسيا ما حد صور الشواطئ الحلوه يعني اذا بتروح تبتغطي تغطيه صح والله ترى الى الان ما حد غطاه صح انا جالس اتابع اغلبهم بانكوك منتجع من يصور المنتجع لا حتى منتجع مصورين اشياء ما هي نظيفه ها شالو ها جاء الشيف يا ولد انا هنا والله الشيف مو سهل يوريك حسابه ولد ها وش هو حسبك شو حسبك تسوي حركة هذيك ترند اللي تقعدون خلاص كنت هذا انزل اجعقله هذا نايف اسلام الحين وش الطريقة ايش قاعد تسوي؟ هذا هذا باقي توني حلو؟ هذا وش؟ اتوقع اسمه زي كذا وش؟ هذا حلا لا لا ابي طبختنا احنا وين؟ طبخة طال عمرك موجودة في الحفظ الصوم الحين تحطوا انتم ما تنقعوا؟ ما نقع لا اطبخ هذا طبخه؟ ايه ايه انتظر عشان ما اكسرها لين تلين تمام وهذه وش شفتها بالله؟ هذا طال عمرك كريمة الطبخ مع الدجاج والفطر يا سلام مع الاوريجانو والبقدونس يا سلام طبعا تسوي هذا الصوص وهذا اطبخه بعدين نضيفه هنا ولا شلون؟ يا سلام هذه نطلعها ايه نشخرها من المويه يا سلام وبس مو بسيط جدا يا سلام يا سلام وهذا الحلا هذا الحلا ها؟ هذا الحلا ليمون و تفاح وعصير تفاح، طبعا هذا عشان الصوص. وش هذا؟ انا بالله نسيت اسمه. جبن؟ لا عجينه باف بيستري. ايه يا سلام. تمام. هذه الباف بيستري تجي زي كذا تنباع. طيب السؤال شيف. من قبل شيء، كيف شايف مبدئيا الولد يعني عنده اساسيات الطبخ؟ والله شيف هو ما
ماشي كويس، بس انتوا اذا دخلتوا عليه توترون بالله عليك. ومن يوم سويتوني مقدمه كذا الرجال خاف مني، كل ما دخلت سوى كذا. يعني نطلع احس فيها لجنه التقييم اطلع يعني والله صد يعني يلا جرب شوي. قل لي قل لي وانا بس. وين وصلنا ابو نايف؟ وصلنا للقشقوان والان شو؟ قشقوان؟ مثل قشقوان ها؟ وشو؟ كسرت الله يعافيك. لا ينفك الله يسعدك. ايه وش القشقوان؟ شفنا من انواع اوكي. لكن احب انا عشانها قاسيه واقدر ابشر براحتي ولا تزعجني ولا تذوب. السلام. كم يعني يخلص يميله؟ خلاص الحين بس نخلص هذه. لا 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 نشوف الله 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 ما تلقى حتى في المخابز العالمية يا أخي. سبيشل شغل سبيشل يعني. يلا الحين تقييم النهائي. التقييم النهائي. التقييم النهائي لكل ايه يعني بدون مجاملة. ايه والله العظيم يعني شوف الفوتوتشينو حلو بس يمكن عشان تأخرت هنا، فأنا قيمة وبكل فخر يا مجال الشعر والحل تهتاعي، يا مجال الشعر والحل تهتاعي، سموحة.